مين في هون؟ عرفتيني؟ تذكرتي وقت خطفتك وانتي هربتي؟ أو بتحبي ذكرك أنا؟ لازم صفي حسابي معك بريد دا أورورا. مو هلا، هالشي بيصير بعدين. بدي أفهم ليش دخلتي أختك بالموضوع. أنتي ما بتكفي؟ أخي واقع بمشكلة كبيرة من تحت راس أختك شريستي. بس أخلص من موضوع أخي، أنا بوعدك أني رح أشوف شغلي معكن، فلا تخافي، ما رح أتأخر. هلأ باي. استنى شوي سانجو، انت لوين اخذ الدكتورة اللي هي بشغلطت معك؟ هي بتعرف السر تبعك مو هيك؟ تعرف انه شيرين حامل منك؟ كلامي مزبوط؟ ايه شو هذا السؤال التافه بريتا؟ ها؟ ابني؟ لا مو صح، مو أنا ابني، بس ما بعرف مين هو الرجال المسؤول عن كل شيء، بس أنا بعرف عنه كل المعلومات صدقيني. لو ما شريستي بهدلتني قدام كل العالم هداك اليوم، كنت قلت لك مين بيكون الشخص يلي طلب مني أخطف الدكتورة مشان ما ينفضح، وكنت خليتك تعرفي مين بيكون عدوك. بس لا انسي. واقف سانجو، ما رح أسمح لك تخطف الدكتورة. بريتا أورورا، إذا بدك تمشي خطوة واحدة لقدام رح هاتلك فورا بلا ما يرف لي جفن واحد. ارجعي لورا، يلا. كان لازم أحبسك بشي غرفة وارتاح. يلا. ما همك كلامي كله، كيف بتسترجي تتحديني؟ بس ماشي، رح أخلص منك وقتلك اليوم صدقيني. ما كان لازم تغلطي معي أنتي، غلطة كبيرة مثل هي. أنا قتلت كل شخص تجرأ على الغلط معي، وهلأ بدك تموتي. موتي وخليني كفي شغلي. يلا وهلأ أنتي رح تموتي وما رح تلاقي مين يساعدك أبداً. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.